السلام عليكم، معكم ليلى بودور كوتش وأخصائية السعادة وجودة الحياة، ومرحبا بي معكم في اليوم 24. التحديات شي حاجه اللي عاديه وممكن نواجهها دائما في حياتنا، لانه هذه طبيعه ديال الحياه. فالا ما كانش تحديات ما يمكنناش نستمروا. فاللي خاصني نفكر فيه هو كيفاش انني نخلق من التحديات واحد البيئه ايجابيه باش نستمر. وهذا الشيء اللي كيجيني من التفاؤل ومن التحفيز. الى انا حفزت راسي، عندي واحد التحدي ولكن محفز راسي وانسان متفائل، عودت دماغي باش نفكر بشكل ايجابي، وانه هذاك التحدي ما كنشوفوش كعقبه، كنشوفه كمحفز اكثر. ففاش كنشوف التحدي على انه تحفيز وغادي يزيد بيا القدام، فهنا ممكن نوصل بسهولة تحقيق الأهداف ديالي. دائما شوفوا أي ظروف دزتي منها أو لأي عقبة جاتك في حياتك، ربما كتبان لينا فيها شر وقتها وكتبان لينا خيبة، ولكن خاصني ناخذها على شي حاجة اللي كتموتيفيني أكثر وكتزيد بيا القدام باش نقدر نوصل. وما يمكنش أننا نعيشوا بواحد الشكل اللي سلس. التحديات خاصها تكون في حياتنا، ولكن الذكي فينا هو اللي كيعرف كيفاش يستغلها إيجابيا باش يوصل لهذاك الشيء اللي بغا بأقل الخسائر.